دكتور باسم، احنا متواصلين معك ونكمل معك اللي بديته، كانت حلوة عن الخدام واللي يكونون سايرين في رحلة الخدمة لكن نشوف انه يفشلوا او بالاحرى يسقطوا، وهي تكون كارثة للكنيسة او كارثة لشعب الرب في كل مكان. واعطيتنا امثلة حلوة، وصراحة يعني انا قبل المشاهد انا تعلمت دروس حلوة وممكن تستفيض اذا الرب اعطاك. تفضل. اوكي اخت رواء، ثانك يو. اولا اشكر الرب مرة ثانية من اجلكم اربعتكم، وبصراحة هذه البرامج هي مو بس مهمة لكن ايضا تشجعنا احنا بالآرامية عندما تنطون من وقتكم and very generously okay voluntarily and مع الكفاءة مالتكم والمعلومات الكتابية العظيمة العميقة في هذا العالم المملوء من النويز، a lot of noise. okay so احنا عندنا لازلنا بكرة اكو عندنا برنامج مهم، وثلاثة أيام اللي وراها it's a marathon of Christmas and بين الكريسماس وبين النيو يير أيضا عندنا another marathon about the 2024. وبداية 24 أول أسبوع هو ماراثون الصلاة. So please I know each one of you are busy especially in this time في هذا الوقت مع الكريسماس، بس إذا عندك مجال ولو تحضر برنامج واحد في هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يلي أكون نكون ممنونين منكم. ناو نجي على إحنا طبعا كنا نتكلم عن قسم من الذين مدعوين من قبل الله لكن ما قدروا أن يبقوا أتقياء فغيروا اتجاههم 180 درجة بسبب الطمع أو الجشع. أو الدكتور قسيلة المثال اللي قاله عن فلان قس نصيحة أنه تبتعد من الكبرياء، دائما تكون متواضع. النقطة الثانية أنه be careful من المال والطمع والجشع، والنقطة الثالثة من قضية النساء أو الجنس أو الشهوات القلبية، واحفظ قلبك قبل ما تحفظ بقية الأمور. وأنا راح أكمل الآن. والكبرياء شنو يعني؟ واحد يريد يصعد أوكي يصير مشهور أوكي، فراح أبدي هسه بشاول قبل ما يكون بولس. شاول يعني هذا درس عظيم لكلنا أوكي. مع العلم يعني كان أكبر تيرورست في وقته من الشرق الأوسط. سو شاول قبل اهتدائه كان طبعا يعني المعروف أنه شاول كان يضطهد المسيحيين الأوائل، وكان له دور في حتى في استشهاد الخادم الرب خلينا نقول استفانوس، وأيضا يطارد أتباع يسوع المسيح وسجنهم في سوريا وفي أماكن أخرى وحتى في أورشليم. وكان يعتقد معناها أنا أريدك تركز على هذه، he thought هو تصور كان يعتقد أنه جاي يخدم الله. إذا نركز على هاي النقطة، كم واحد أولاً من الأديان الأخرى وخاصة من بين المسلمين، كم شيخ وكم مسؤول في التركيبة الجهاز الإسلامي يعتقدون أنه يخدمون الله، من ضمنهم داعش وقاعدة وحماس وإلى آخره. يعتقدون شاول كان إرهابي، هذولا إرهابيين، هذاك كان يصور أنه الله فرحان به لأنه رجال الدين يصفقوا له، هذولا أيضا نفس العملية نفس. Okay, so that is where it's dangerous. Okay, so إحنا مو بس هذه طبعا. بالمناسبة خليني أتكلم عن بعض الذين هم قادة أو يخدمون أو whatever يعتبرون نفسهم مسيحيين بس هم مسيح بعيد كل البعد عنهم، فهذولا أيضا يعتقدون أنهم يخدمون الله. Alright,
So, المهم كان يسوع يعني سجنهم وكان متحمس حماسة أوكي كان متحمس ولكنه كان يتصرف بجهل وعدم إيمان. أوكي نجي على سليمان وهذه واحدة من النقاط اللي قالها الدكتور سيلا رحال أوكي أنه النساء أوكي واحدة من النقاط الآن. إحنا طبعا نعرف كلش زين أنه الملك سليمان ابن داود كان معروف بحكمته لكن وطبعا يعني في زمنه المملكة كانت واحدة وكانت متقدمة وتطور إلى الأمام لكن في السنوات الأخيرة سمح لزوجاته الأجنبيات أوكي الكثيرات طبعا أوكي بأن يظللوه أوكي كل واحدة جرته إلى الدين مالتها كل واحدة إلى درجة جعله أنه بيعبد هو نفسه سليمان هذا سليمان الملك العظيم بدأ يعبد آلهة أخرى كان لهذا الابتعاد أو بسبب هذا الابتعاد عن طريق الله صارت عواقب وخيمة not only لنفسه على نفسه وعلى أمة إسرائيل وبسببه انقسمت مملكة إسرائيل من ذاك اليوم إلى مملكتين صار انشقاق أوكي واي النسوان أو الزوجات مثال آخر خلينا نقول حنانيا وسفيرة في أعمال الرسل تآمروا على الكنيسة المسيحية بوقتها الأولى طبعاً المسيحية الأولى في أورشليم بيش لخداع الرسل كذبوا عليهم على أساس هم ما راح يعرفون وإحنا راح ننطي هذه بس إحنا عندنا ما شاء الله كومة وما حد يعرف بينا وهذه بصراحة يعني زيادة هاي القاع صار رخيصة ما أدري لكن فعلهم هذا الخادع أدى إلى موتهم المفاجئ كانت دينونة مباشرة من الله حتى الكنيسة تتأدب وبعد تلتزم الملك شاول أيام زمان قبل داود أوكي؟ بالحقيقة الملك شاول كان أول ملك لإسرائيل والملك شاول كان جود والله هو اللي اختاره وراح النبي صامويل مسحه وفعلا كان طويل وعريض وشكله مسيم وإلى آخره يعني هي واسع جود وان واشتغل خوش شغل بالمعارك أوكي يعني بالرغم من الله 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 هو نفسه اختاره أوكي ومكنه يعني he strengthened him في البداية لقيادة الأمة الإسرائيلية وكان ناجح لكن مع هذا شاول عصى الله وعصى أوامر الله مرارا وتكرارا مو مرة ومرتين وثلاثة وفي النهاية الرب يعني ترك وهمل نتيجة عصيانه وعدم إيمانه أنا راح أقول آخر مثال كافي لأنه تعبته زين آخر واحد أيضا نفس تحت نفس الخانة نفس الكاتيجوري اللي قال الدكتور سيلا أوكي واحدة من الثلاثة كبرياء ومال ونساء هذا شخصية أخرى عن النساء أيضا شمشون كان شمشون قاضي أيضا شوف كلهم مراكز مرموقة كلهم يعني قادة كبار يعني كانوا رئيس جمهورية قاضي لإسرائيل ونذير مو بس قاضي والله أعطاه قوة عظيمة وكنا نعرف قوة شمشون سو أعطاه يعني هواية شغلات يا ريت أنا كان ينطيني الرب نصحة ومع ذلك شمشون سمح أيضا مرارا وتكرارا لرغبته بالشغلات إذا هسه كخلاصة باقي لي دقيقة وربع أوكي أو الدروس المستخلصة من هذه الشخصيات في الكتاب المقدس بالنسبة لنا أنه كيف نتعامل مع هذه الدروس أنه كل واحد من هؤلاء يا جماعة كان يشغل مثل ما قلنا مناصب السلطة
مناصب القيادة أو التأثير في سياقاته الخاصة أو موقعه الاستراتيجي، وتظهر أفعالهم واختيارهم شنو عواقب عدم الإخلاص. كلمة الإخلاص يعني to be sincere، أوكي؟ عدم الإخلاص والعصيان لإرادة الله. وهذه القصص مالتهم تعتبر بمثابة طبعا أمثلة تحذيرية، هاي تحذير إلي وإلكم إخواني المشاهدين، أمثلة تحذيرية على أهمية الإخلاص للرب، على أهمية التواضع، على أهمية القضية أنه الابتعاد من الشهوات الجنسية، وعلى أهمية الطاعة في خدمة الله وتحقيق مقاصد الرب. والرب يحمينا من كل هذه الأمور، وخاصة في هذه السنين والأزمنة الأخيرة. الرب يبارككم. شكرا أختي روان.